السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الماجستير بامتياز للعميد يحيى سريع عند رسالته خضر التواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر على الأمن القومي للجمهورية اليمنية. وإلى التفاصيل. نال متحدث القوات المسلحة اليمنية ومدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بصنعاء العميد يحيى سريع اليوم الخميس درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات حسب توصية لجنة المناقشة. وذكرت وسائل إعلام صنعاء أن البحث الذي قدمه العميد سريع حمل عنوان خضر التواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر على الأمن القومي للجمهورية اليمنية من 2010 إلى 2022، فيما ذكرت أن الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا هي من منحته هذه الدرجة. وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات كونها تعتبر مرجعاً للباحثين عن حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي والأطماع الصهيونية في منطقة الشرق الأوسط وتواجدها في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.